ومحافظ الحسكة بجولة على فروع المصرف الزراعي التعاوني بالحسكة وعدد من الفروع، اطلع من خلالها على عمليات صرف فواتير الأقماح. خلال العطلة 9 أيام في الجمهورية العربية السورية لم تعطل مصارف الزراعة ومكاتب الحبوب خلال هذه الفترة إلا يوم واحد، أول يوم العيد، فكانت جميع المصارف مستنفرة ولا يوجد ضغط في المصارف للأخوة الفلاحين. كل واحد كان يسلم أقماحه أول يوم، ثاني يوم يرجع يسلم أقماحه، فكانت جولتنا للتأكد من جاهزية المصارف ومن جاهزية المال ومن جاهزية كل الناس الذين يداومون وكيف داوموا خلال العطلة الأسبوعية، وتم تجربة الأطفائيات لتأكد المطفائيات، وزرنا كل المصارف وشعرنا بأنه الناس جاهزين يخدموا 24 على 24 ومقدرين دم الشهداء ومقدرين الاسترخاء اللي عايشين فيه مقابل الجندي اللي صلوا 7 سنين عم يخدم في الجبهات وكل قادر أن يعمل في مكانه. حبة القمح كما هي الطلقة، حبة القمح هي تغذي المقاتل وتغذي المواطن. كانت القرارات المتخذة أول شيء تذليل الصعاب، مساعدة الفلاح بأقصى سرعة على عمليات الحصاد وعمليات التسويق، وتذليل كل العواقب والعقبات بوجه الفلاح. نحن مباشرة وافقت لجنة التسويق الفرعية بالمحافظة على أنه نستلم كامل إنتاج الفلاح المرخص والغير مرخص من خلال كشوف حسية تقوم بها الدوائر الزراعية. نحن فعلا تمت عمليات الحصاد ومشت بكل أريحية بالنسبة للفلاحين. بدأنا قبل العيد بأسبوع بصرف قيم الحاصلات الزراعية للأخوة الفلاحين، وكانت الأمور ميسرة بشكل جدا. طبعا كان الصرف بغض النظر عن المديونية وعدم طلب براءة ذمة، سواء كانت من الكهرباء أو الماء أو الهاتف أو أي براءة ذمة من دائرة أخرى. طبعا لحتى التاريخي نحن محول إن لحسابنا حوالي 4 مليارات ليرة سورية تم توزيعها على الفروع المصارف الزراعية بالحسكة، صرف منها على مستوى فرع الحسكة حوالي شيء 80 مليون ليرة سورية. المزارعون أكدوا على سهولة الإجراءات المتخذة في المصارف وتقديم التسهيلات لهم بدءا من عملية التسليم حتى انتهاء عملية صرف قيمة الحبوب المواردة.